كنت نشتغل في الأرض عاملة بسيطة بسيطة جدا. كان يقول لي دائما أنت تشتغلين على أرض فلا تطلبي نقودا، بل أحبي هذه الأرض واشتغلي بصدق لأنك مالكة هذه الأرض، والذي يملك أرضا هو سيد الكون. فأخذ كمشة من الأرض أستنشقها، وكتبت عشق تحت المطر. ليس عشقا تحت المطر، لكن عندما تنزل الأمطار على وأنا راعية وفلاحة قبل أن أكون كاتبة وأستاذة وغيرها من الثقافة، أنا كنت راعية وفلاحة وأشتغل في أرضي وفقدت عائلتي وابني، وبقيت أنا المشرفة على هذه الأراضي الشاسعة. فكان قاسيا يقول الآن وبعد مرور الوقت شعرت بهذه المسؤولية الكبيرة التي حملني إياها، أن أكون مسؤولة بعد في حياته وبعد موته. وبقيت الوحيدة الراعية لهذه الأرض الطيبة التي لم أفرط فيها، واشتريت منزل الوالد وجعلت منه مقر جمعيتي، وكان منارة وما زال منارة في باجة. وأطرت 350 عاطلة على العمل في باجة. هذا تمرير المشعل للأطفال. كم سأبقى أنا حياتي باسم رسامة وشاعرة وغيرها؟ فكل ما أملكه من مهارات في الكتابة والرسم وتعليمهم المبادئ الأولية للرسم. كيف نرسم لوحة؟ بعد مسيرة 40 سنة أصبحت لي 5 مجموعات أعتز بها. أولاً بدأت برسم معابر مدينة باجة، القصبة، سيدي صنصرة، سيدي بن عيسى، كل معالم مدينة باجة. عرضت هذه اللوحات في المعرض، في معرض شخصي. عملت العولة، عملت الحنة الباجية، عملت كل التقاليد الباجية وكل الباجية. وانطلقت في الرسم من باجة أو المعرض في المعهد بتاعي بتاع باجة، لا أمكن ذلك. ثم جاءت القضية الفلسطينية وبشاركة مع وزارة المرأة أنجزت 30 لوحة باسمي في فلسطين.